بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال شيخ الامام عبد الله بن الامام ابي داود السجستاني رحمه الله تعالى متوفى سنه 316 للهجره في منظومته الحاليه: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ندرس باذن الله تعالى في هذه الليله منظومه تسمى بالحائيه. هذا النظم في التوحيد والعقيده. لو قال لنا قائل: لماذا ندرس العقيده؟ لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا لا ندرس مثلا الفقه او مثلا اللغه الانجليزيه او الكمبيوتر مثلا؟ لماذا ندرس التوحيد؟ حق الله العقيده، ولا يدخل الجنه الا موحد، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى اي عمل الا بالتوحيد. استقرار الامن، الهدايه، الطمانينه، حلاوه الايمان بسبب شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قد يسال السائل يقول: هل انت مسلم؟ نعم. ما تعتقد في الله سبحانه وتعالى؟ ما هو معتقد اهل السنه؟ هل انت من اهل السنه؟ هل انت من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الى ماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا كنت تعرف هذا الذي دعت اليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معناه انك متبع له عليه الصلاه والسلام. واذا قلت لا ادري، فمعنى هذا ان هذا الكلام الذي ذكر انه قال يعني هو من اهل السنه وكذا، هذا شهاده الزهد. لابد ان نتعلم العقيده، لابد ان نتعلم ونعمل وندعو ونصبر. والعلماء رحمهم الله تعالى ألفوا مؤلفات كثيرة من منثور ومنظوم. قد يمل الطالب أحيانا يقول: أنا يعني لا أريد أقرأ في الكتب التي يعني هي على الكتاب أو كذا، فألفوا له منظومات حتى يشتاق يراجع بسرعة، يراجع المنظومة بسرعة، وقد يشتاق سماع هذا النوم. لكن لابد قبل الدخول في اي منظومه من منظومات التوحيد والعقيده، لابد من دراسه الادله من الكتاب والسنه اولا، ثم بعد هذا تاتي المنظومات تراجع لك هذه الادله حتى تستحضرها باذن الله تعالى. مناسب اننا في هذه الليله ان شاء الله تعالى نقرا هذه المنظومه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجيب لكم التوفيق والسداد. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من افتراق الامه. قال: وستفترق امتي الى 73 فرقه كلها في النار الا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ لم يسالوا عن الفرق الطالب صلى الله عليه وسلم، سالوا عن الفرق، عن الفرقه الناجيه والطائفة المنصورة. فقال عليه الصلاة والسلام: الجماعة. وفي رواية قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم، يعني نحن، فسيرى اختلافا كثيرا عما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. طيب ما الخلاص؟ ما العلاج؟ قال: عليكم، أيلزم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، يعني تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أعطاك الله من قوة. تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. سمي أهل السنة بهذا الاسم لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن يتركوا سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام.
لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل. الذي يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا له الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، نسأل الله من فضله، ويذال يبعد عن هذا الحوض أقوام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، لأنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، فيقال له إنك أتدري ما أحدث بعدك، وأنت اختار لنفسك الآن في هذه الدنيا قبل أن يأتي الجزاء في الآخرة تتمسك تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا تمنع بعدها أبدا، نسأل الله من فضله. تبتدع وتخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام تبعد، فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا. إمامنا الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: من زعم أن في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد عليه الصلاة والسلام خان الأمانة. ولا يمكن يقول أحد هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الأمانة، هذا كفر أكبر مخرج من الملة، أدى الأمانة نصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهاده. قال: وإن شئتم اليوم أكملت لكم دينكم. هذا الدين خمر، لا يستطيع أحد أن يضيف لهذا الدين شيء. إذا إما أن تتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو تبتدع في دين الله. اقرأوا إن شئتم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يصلح اليوم أن يكون دينا. إما أن تكون متمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو مبتدع، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولا تظن أن هناك في الإسلام شيء يسمى بدعة حسنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل جمعة في أكثر خطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. طيب كيف نحكم أن هذه بدعة حسنة وأن هذه بدعة سيئة؟ وقد قال: كل بدعة ضلالة عليه الصلاة والسلام. نرجع إلى العقل، إذا رجعنا إلى إبليس لا يمكن إلا نقدم الكتاب والسنة. إذا ليس لنا إلا اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونتمسك به عليه الصلاة والسلام. تمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام واتبع الهدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ومعه هدى عليه الصلاة والسلام. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا الدين. أما هداية التوفيق الدخول في الدين هذا لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. إذا هذا الدين هدى، فلا بد أن نتبع ونتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نكون مبتدعين في دين الله سبحانه وتعالى. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. لعلك تفلح، لماذا يقول لعلك تفلح ولا يقول لك تفلح؟ حتى تسير الى الله بين الخوف والرجاء. ولكن انسان يقول انا متمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم 100%، لست مبتدعا. فلا تزكوا انفسكم، تقول نسأل الله أن يجعلنا متمسكين بهدي عليه الصلاة والسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية في نهاية العقيدة قال: نسأل الله أن يجعلنا منه، أي من من؟ من أهل السنة والجماعة. ولم يقل أنا إمام وشيخ إسلام، حتى تكون بين الخوف والرجاء. نعم، لا بد أن تنتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن تتبرأ من السلف الصالح، لكن لا تزكي النفس، تتبرأ من حولك ومن قوتك، تسير إلى الله بين الخوف والرجاء. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، ما لم تكن الآية تفلحون، لا لعلكم حتى تكون بين الخوف والرجاء. نعم.
ودم بكتاب الله والسنة التي أتت عن رسول الله تنجو وترضع. نعم، أهل السنة والجماعة سواء جعلنا ويطلب منهم لديهم أصول يرجع إليها عند التنازع: الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليه، دين تمسك. ولهذا قال النبي عليه: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ولا يمكن أن نتحاكم إلى غير الكتاب والسنة. نعم. وقل غير مخلوق كلام مليكنا لذلك دان الأتقياء وأفصحوا. أهل السنة والجماعة سواء جعلنا وياكم منهم يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى. نثبت كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. إثبات وتنزيه ننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق، والمعاني معلومة والكيفية علم عند الله الصلاة عنها بدعة. نثبت لله أسماء الصفات، لا يمكن يكون رب إلا وهو كامل الصفات سبحانه وتعالى. لكن لا يمكن إثبات الأسماء والصفات إلا بالكتاب والسنة. نثبت ومع الإثبات ننزه، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ننزه الله سبحانه وتعالى ما قد خلق، ونعلم معاني كل ما ورد في الكتاب والسنة، لكن الكيفية كيفية الصفات هذا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. من هذه الصفات إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام مسموع له صوت وحروف، يتكلم متى شاء ومع من شاء كيفما شاء بكلام حقيقي يليق بذات عظمته لا مثل كلام المخلوق. وثبتت هذه الصفة صفة الكلام لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. أدلة الكتاب كثيرة بإثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، منها: وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله. إذا أنكر أي إنسان لديه أنكر صفة الكلام لله سبحانه وتعالى اسمع. إذا نزلت في أي منزل وارد موحش ماذا تصنع؟ تستجير بالخلق؟ تستعين بالمخلوقين؟ لو استعان بالخلق في هذا الموضع الذي لا يقدر عليه من الله فهذا هو الشرك أكبر. نعم، إذا تسأل نزلت منزل واستعذت بالمخلوق ما هذا الفعل؟ شرك أكبر. تمام، ماذا تصنع عندما تنزل منزل وتخاف؟ تقول أعوذ، ألتجئ واعتصم بكلمات الله. إذا يقول أن كلام الله مخلوق هذا معناه أن أشرك شرك أكبر، وإذا يقول كلام الله صفة من صفاته فمعناه أنه وحد وأثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وأصح الاستعاذة بالله وأسمائه وصفاته. ثم كيف أن الله سبحانه وتعالى يعطي الكمال للمخلوقين؟ عندنا بعض الخلق بعض البشر قد لا يتكلم، هذا نقص، والله سبحانه وتعالى أنعم علينا بصفة الكلام. كيف يعطي الله سبحانه وتعالى الكمال للخلق وهو يكون غير كامل ما يمكن؟ ثم لو قلنا أن كلام الله مخلوق معنى هذا أننا لا نعمل بالقرآن. لماذا؟ لن يكون القرآن كالشمس والقمر، الشمس والقمر ضمن مخلوقات الله صحيح، والله سبحانه وتعالى قال ألا له الخلق والأمر، فغاير بين المخلوقات والأوامر. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ، هو الذي ابتدأ سبحانه وتعالى وتكلم به، وإليه يعود وصفا وإليه يعود قبرا، يقبر
القرآن في آخر الزمن صلى الله عليه وسلم عندما يترك الناس العمل بالقرآن. كتب المنزل من السماء كلام الله، فلا بد أن نثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن ننكر ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، أدلة إجمالية أربعة لا بأس بالتفصيل. نعم. وقل غير مخلوق كلام ملكنا بذلك الأتقياء وأصدقوا. نعم، الأتقياء أهل السنة والجماعة أجمعوا على هذا، على مقصد الكلام لله سبحانه وتعالى على وجه الله، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى عليه الصلاة والسلام وكل الكتب المنزلة من السماء. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع بجهل وأسجدوا. جاءوا ناس و أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى، وقوم مثل الخالق الكامل بالمخلوق الناقص، وأهل السنة توسطوا، لا إفراط ولا تفريط، أثبتوا ونزلوا، أثبتوا لله صفة الكلام، لكن قالوا كعداء يليق به سبحانه وتعالى ما في الكلام الخلق. وجاء هناك من أنكر الصفات لله سبحانه وتعالى، عطل الله عن الصفات، وقال لا يمكن نصف الله بالصفات. سبحان الله. نسأل هذا، هل أنت أعلم أم الله؟ لا بد يقول الله أعلم. إذا الله ذكر هذا في كتابه،